سيدنا، احنا عارفين ان اليوم من بدايته لغايه نهايته مع قداستك وهنا في الملتقى مليان، البرنامج بتاعه لقاءاتك مع الشباب، واحنا مش حابين ان احنا ناخد طبعا وقتهم انا، لكن حابين ناخد من قداستك النهارده رساله مش بس للشباب لكن لكل الاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا النهارده ويشوفونا، لكل الشباب ازاي علاقه الاب والام باولادهم تكون علاقه متكامله زي ما الكنيسه النهارده بتدي المثل ده، الحب العملي. كلنا بنحب اولادنا، لكن الحب ازاي يكون بيبني اولادنا اكتر ما بيهدمهم او يضرهم؟ الحقيقه سؤالك مهم قوي، علشان من الضرورة نعرف إن الشاب الكويس والشابة الكويسة هيطلعوا من بيت وجدوا فيه بابا وماما واخدين بالهم من ولادهم. وحضراتكم عارفين الآية اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل. فالنفس اللي هتشبع من الحب جوه البيت هيطلع ولد وبنت في كل الصفات الحلوة اللي احنا عايزينها، إيجابي، متفاعل، صحيح، وطني، محب، عنده رؤية، عنده قدرة على الإفراز ما بين السيء والجيد وهكذا. البداية البيت. البداية البيت. يعني ما يبقاش أنا كأب أو أم ما بقاش مركز على فكرة مثلا النجاح الدراسي فقط بمناسبة الثانوية العامة لسه من جزء. أيام ده جزء. لكن فكرة أنه يبقى شخص نفسيا ناجح يعني. ما انساش مرة أم في خدمتي السابقة، أم كان عندها 4 بنات في دمنهور عندنا، جت في يوم أم فاضلة كده قالت لي سيدنا صلي لعيالي. قلت لها إيه، مش بيذاكروا؟ أنا برد عليها قالت ما يهمنيش المذاكرة، مش بيصلوا. أم هو واعية. ده اللي فارق معاها. البداية يعني عايزاني أصلي علشان ولادها أو بناتها على الأدق إنهم يكونوا ملتفتين لحياتهم الروحية. هي شايفه ان هي علاقتهم بربنا ممكن تكون هي افضل الأهم. بكتير هي الاهم، هي يعني الاولويه الاولى. ممكن الاولويه الثانيه المذاكره، صحيح، اوكي، لكن الاولويه الاولى علاقتهم بربنا. البيت اللي بيربي ولاده بطريقه متوازنه بيطلعوا شباب زي الفل طبعا، وهذه صحيح. كلها تزاد لكم بعد فعلا كده. وبنلاقي وفي هنا حاجه مهمه جدا، كل اللي وقعوا في براثن الارهاب على مستوى العالم نشأوا من اسر مفككه. في دراسات انا قريتها ان وجابوا سير حياه الناس دي كلها، مفيش واحد نشا في اسره سوية. سليمه خالص يعني بالقطع. يمكن حتى بيقولوا اللي علاقته بعد كده بينحدر يعني في العلاقه مع الله او بيبعد خالص، بيبقى دايما عنده مشكله مع الاب في البيت. بالظبط. بابا وماما دول اول حاجه. انا قلت كتير العباره دي، كلمه فاميلي 6 حروف. ايوه سيدي. اف اي ام اي ال واي، اختصار لست كلمات. فاذر اند ماذر اي لاف يو. الله. واخدين بالكم؟ ايوه. يعني اساس الاسره، اساس كلمه اسره، ان انا اشبع من الحب جوه الاسره. لو ده غاب هتغيب كل حاجه. صحيح. ايه فائدته ان الاقي ابني متفوق تماما في دراسته وملوش أي علاقة لا بالكنيسة ولا طبعًا. بربنا ولا بالإنجيل ولا حتى بالحياة السوية الجميلة. شكل كيان لكن فاضي من جوه.